الأخبار من ATV وفيها: الكويت تجدد إدانة واستنكار تكرار حرق متطرف دنماركي المصحف الشريف بكوبنهاغن. التعليمية البرلمانية تبحث ملف تسريب اختبارات الثانوية والغش في الامتحانات وتناقش العقوبات. ومقترح نيابي لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان. وفقاً لتقرير دولي، الكويت الأعلى خليجياً في معدل البطالة بين الشباب. وفي صفحتنا الرياضية: حضور عربي قوي في قائمة 100 أفضل لاعب كرة قدم بالعالم. ومن العناوين إلى التفاصيل: جدد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لتكرار قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان مجددا بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة لمشاعر المسلمين حول العالم. ودعا العبدالله حكومات الدول المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد نحو تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال العبثية المنبوذة والإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها، وعدم السماح لهؤلاء المتطرفين من استغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى. كما دعا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف. تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية غدا ملف تسريب اختبارات الثانوية والغش في الامتحانات وسط مطالبات بسن تشريعات تحد من هذه الظاهرة التي أحدثت خللا واضحا في المؤسسة التعليمية. وتبحث اللجنة مجددا مع وزارة التربية آلياتها في محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين وتغليظ العقوبات على المتورطين في تسريب الاختبارات وتشديد العقوبة بحق الطلبة المضبوطين وكل من يثبت بحقه تسريب اختبارات سواء كان يعمل في المؤسسة التعليمية أو سواها، تشدد بحقه العقوبة وتضاعف عليه التهم. أما الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فيتم حرمانهم من أداء الامتحان في فصلين دراسيين متتاليين ويعتبرون راسبين في جميع المواد. أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان واستعجال المرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني للسرطان. ويأتي الاقتراح وفقا للنائب نظرا لتزايد عدد الإصابات بحالات السرطان في الكويت وفي ضوء الميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الصحة والتي يجب أن توظف لتطوير مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات والاستعانة بالخبرات الأجنبية. وتضمن المقترح العمل على تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان مع الاستعجال بالمرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني لعلاج السرطان وتزويده بأفضل الوسائل والأجهزة وإطلاق حملات توعوية لخطورة مرض السرطان وسبل الوقاية منه. ذكرت مجلة The Economist في تقريرها الأخير أن الكويت لديها الآن أعلى معدل بطالة بين الشباب في الخليج، مشيرة إلى أن واحدا على الأقل من كل 6 مواطنين عاطلون عن العمل، موضحة أن المواطنين يتذمرون من كل شيء من الحفر في الطرقات إلى الحالة السيئة للتعليم والرعاية الصحية. وأوضحت المجلة أنه يجب أن تكون هذه أوقات ازدهار للكويت، فهي عاشر أكبر منتج للنفط في العالم ويعتبر صندوق الثروة السيادي فيها من أكبر الصناديق في العالم، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 7% هي من بين أصغر الصناديق في العالم.
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي سعيه إلى إلغاء قيد عدم التصرف لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية وأبو حليفة وخيطان الجنوبي قطعتي 1 و2، 3 و4 سابقا، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم من 10,000 إلى 5,000 دينار. وأضاف الوزير العجمي إلى أنه رفع كتابا إلى مجلس الوزراء بشأن فتح البدل الخارجي وتخفيض القيمة للتخفيف عن المواطنين والأسر الكويتية لجعلهم يتساوون بقرنائهم من مستحقي الرعاية السكنية. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالقطاع الصحي وحرصه على تعزيز المنظومة الصحية لا سيما بقطاعات النقل الجوي المختلفة. وأضاف أن وزارة الصحة وضعت البرامج والخطط التي تحقق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء السديدة لضمان كسب رضا وسلامة وأمن المستفيدين من هذه الخدمات. هذا وبحث العوضي خلال زيارة رفقة وزير الإسكان والمشرف على شؤون الطيران المدني الوزير عمار العجمي إلى مقر الخطوط الجوية الكويتية تطوير المنظومة الصحية في مطار الكويت الدولي. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور تعاملت مع 3,282 بلاغاً وحررت 27,078 مخالفة مرورية خلال أسبوع. وكشفت إدارة الإعلام الأمني أن المرور أغلقت 4 ورش مخالفة بالتعاون مع وزارة التجارة وقدمت 800 مساعدة. نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مشتركة مع عدد من جهات الدولة على المنطقة الصناعية في الجهراء أسفرت عن قطع التيار عن عدد من الجراجات والورش المخالفة. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الحملة التي شارك فيها كل من وزارة الداخلية والقوى العاملة والبلدية وهيئة الصناعة تأتي استمرارا لضبط التعديات في مختلف القطاعات المعنية والتركيز على المدن الصناعية والحرفية، لافتا إلى أن هذه الحملات ساهمت في انحسار نسب المخالفات والتعديات. حالة من الجدل أثارتها صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنهول على أحد الطرق في البلاد، حيث انتقد مغردون وقوع المنهول في منتصف الطريق وتركه مفتوحا دون غطاء ما يعرض مرتدي الطريق للخطر. بدورها أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه تم التعامل مع حالة الصورة المتداولة لمنهول مكشوف من مخرج موازي لمنطقة خيطان على طريق الملك فيصل في اتجاه المطار، وأوضحت أنه تبين سقوط الغطاء داخل المنهول وتم معالجة الخلل وإصلاحه. طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر صويان وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بفتح سمات الدخول للعمالة الوافدة كون المهنة شاقة ولا يتوافر من يمارسها في السوق المحلي. وأشار صويان إلى أن سوق العمل الكويتي يحتاج إلى عمالة صيد نظرا لمغادرة الكثير منهم البلاد وعدم رغبتهم بالعودة، مشددا على ضرورة الموافقة على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب رخص الصيد ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني في توفير الأمن الغذائي البحري لأهل الكويت. شهدت قائمة أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2022 التي أصدرتها صحيفة الغارديان البريطانية حضورا عربيا كبيرا بسبعة لاعبين عرب يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية. وفي القائمة التي أشرف على إعدادها فريق مكون من 206 خبيرا رياضيا، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الترتيب متبوعا بهداف منتخب فرنسا كيليان مبابي والفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيما ثالثا.
وتصدر الترتيب العربي في القائمة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، والرتبة العاشرة ضمن تصنيف المئة، وتلاه نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي في الرتبة السادسة عشرة ضمن تصنيف المئة. كما ضمت القائمة ياسين بونو ورياض محرز وحكيم زياش وعز الدين أوناحي. تستضيف مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات للمرة الأولى في البلاد منافسات الجولتين الثانية والثالثة لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية FR وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا F4. وقال مدير عام المدينة محمد العبد الرزاق إن الجولتين تختتمان في الأول من فبراير المقبل، مبينا أن كل جولة من كلتا البطولتين تتضمن ثلاثة سباقات بمجموع 12 سباقا. وأشار إلى أن هذا السباق يعتبر الحدث الأول من نوعه على حلبة الكويت المعتمدة من الاتحاد العالمي لرياضة المحركات المصنفة على أعلى معايير جريد 1، داعيا الجماهير لحضور هذا السباق والحدث التاريخي والاستمتاع بأجواء التنافس.